سبايدر سينس او بي ايتو مثلا. استخداماته واللي حصلت اللي كان فيه او كذا عملوا يعني مش علمي خالص عشان في ناس ما عندهاش خلفيه عن الابنيه او الفيزكس. من 20 سنه اكتر العلماء كانوا بيدوروا او يعني بيحاولوا يكتشفوا في مكونات الحديد بتاع العنكبوت عشان هو في كومبوننتس بتاعته كان ليها خواص مش موجوده مثلا في معظم الفايبرز في العالم كله. يعني هي فايبرز يونيك جدا فريده جدا في العالم. يعني مثلا الفايبر مثلا اللي حاسس معايا مثلا النايلون مثلا النايلون مثلا حبل اللي هو بتاع شيء مثلا او حبل السلك مثلا حبل السناره او مثلا الكيبلر اللي هو برضه سنسيتيف فايبرز مان ميد فايبر اللي هو السناره يعني بيحطوه في الدرع اللي هو بتاع مثلا الجيش مثلا او الشرطه واقي رصاص او مثلا الستيل السبايدر في الفايبرز السبايدر في خواص تعدي كل الكلام ده. استخدامات الستة السبايدر هو كل السبايدرز بيعملوا حرير بينتجوا حرير بس السبايدر الواحد ممكن ينتج سبع انواع من الحرير. يعني هو مش يعني احنا شايفين نوع واحد بس من الحرير ده هو سبع انواع فعلا. على عكس الحشرات بتنتج نوع واحد بس من النقطة. مثلا دوت الحرير بتنتج نوع واحد بس من الحرير هو اللي بتعمل شماغ عشان تحاول تحفراشه هو ده هدوم من الحرير يعني بس استخدامه حاجة بس اللي هو للبيض أو للحاجة حاجة في الحدودة يعني هي نفسها يعني. لكن السبايدرز ليه استخدامات كتير جدا منهم مثلا البراي يعني مثلا يصد يعني عارفين الشكل مش باين ممكن مثلا يبقى هو الشكل اللي هو الويب بتاعه ده بيبنيها مثلا من الأسطول مثلا كده عشان يصطاد حشرات أو في منها براي مثلا الايموبيلايزيشن يعني يربطها عشان ما تهربش يعني بقى يصيدها بعد ما تلزق بالرجل يربطها عشان يثبتها عشان يعني تموت بعد كده يجي ياكلها ما يبقاش حي. في يعني تكتيك يعني بيستخدموها كتكتيك. وفي طبعا بيحط البيض بتاعه في جوه السلك برضه كل انواع السلك مختلفه كل انواع السلك مختلفه عن بعض. في ديسبيرسال اللي هو مثلا عجبوه مثلا عايز يطير او مش هو ملوش جناح هو مش حشره اصلا عجبوه بس هو عايز يتحرك من مكان يروح مكان بعيد مثلا بيعمل خيوط في الهواء سلك بس ده عارف صغير بس بتعمل كده بيقدر معاك بيقدر سلك في الهواء والهواء هو ياخده ويطيره. دي اللي اكتشفوها مثلا في كراسنه مثلا اول ما يقربوا مثلا من الارض يلاقوا الارض اللي شايفينها مليانه عليها من غير ما يلمسوا الارض عشان هي عارف بتطير بسكن وجزء بتعمل والغاز والجزر يعني انفيت. وبرضه سورس اوف فود ممكن مثلا العناكب يعني مثلا عندها عيشه قديمه وكده ممكن تاكل البروتين ده او هو السلك ده مكون من بروتين يعني مين يعني ممكن تاكله عشان تجيب تصنيعه. جايد لاينز مثلا ممكن العنكبوت يسيب بيته بعد ما يقدم يسيب بيته يعمل جايد لاينز كده بحيث انه يرجع البيت تاني يعرف عشان هو ما يتوهش يعمل البيت. الارم لاينز في عناكب ما بتبنيش تراب للحشرات بتعمل بس يعني خطوط كده فاهم اللي هو مثلا واحد يمشي يتجمع عليها او يهزها مثلا زي ده بتنام بتهز على الخطوط دي فعلى طول على طول هاجم لو حشره صغيره بيهاجم. فيرومون البان برضه بيعمل خيوط بيحط عليها ريحه عشان التزاوج وكده حاجه برضه تبع اللي حشرته يعني. عايز اقول انتوا فاهمين الاوشن بتاعك بتكلم على ايه؟ بتكلم على السلك يعني الخصائص بتاعته يعني هنا على اليوزز دي على كم على خصائص بس دي برضه حاجه ايه ماشي مو بسرعه مو بسرعه اللي دي بتاع الكربون فيها بص دي غلط مش هقول اسامي غلط هقول بس الالوان دي يعني مثلا دي بتبقى يعني مثلا الغده الصفراء دي بتلبس اقوى نوع سلك اللي هو الفريم بتاع الشبكه الفريم بتاع الشبكه والخط اللي بينزل فيه مثلا من السقف او من الشجره. مثلا الغدة الصفراء دي بتعمل سلك بيلو مثلا الحشرة او بيحللها. في سلك ناعم بيحطه من بطانة جوه عشان يحمي مثلا البيض بتاعه.
والسيد كريشن بتاعه بيعملها من بره. في سبع انواع غدد، سبع انواع غدد بيعمل بيها كومبينيشنز كتير جدا من السيل، مش بس سيل واحد بس. ايه ده نور؟ خاص بعيدة جدا، سترينث تاكنس فلكسبيليتي دينست بوست ويت 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 ريشيو ويت خمس، هو الستيل يعني الستيل خمس. لا لازم تقول ماشي خمس خمس دينست بتاعت الستيل قوة. مثلا انا عشان اقول ده عشان الميجر اللي هو السيك ده اللي هو اللي الرايت لاين اللي هو بينزل بيه من الحبل، بينزل بيه من الشبكه الرباعيه، اول او الفريم بتاع الشبكه بتاعته ده اقوى حبل، اقوى سلك اللي هو بيفرزه 4 جيجا باسكال. يعني هو 4 جيجا باسكال بالعربي يعني يعني وحده قياس قوه تساوي الضغط اللي هو ضغط الجو ده 40,000 مره. اه 30% الاستستي المادة يعني بتاع الأضعاف كتير جدا، والقوة دي تاكنس برضه بيتمد بيحفظ بيحفظ القوات يعني بيتمد. دي حاجة متعلقة بالستنس مع مع ال مع ال عشان اوكي ما يتقطعش. الجيس فورم ده اللي هو بتاع ضعيف جدا عن ربعه. الكولاجين ده الكولاجين مثلا بتاع المامل تندون مثلا دي مثلا ليجامنتس 0.212 بالنسبه ل 40,000 دي يعني هي مسؤوله عن ايه؟ ايه؟ مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن ايه؟ هي مسؤوله عن ايه؟ النوع ده في الزيت مستخدم في ايه؟ اه الفليجيفورم ده؟ اه اللي الخطوط اللي يعني مثلا الشبكه دي بالفريم اللي احنا قلنا عليه اسمه دراج لاين، الخطوط اللي جوه دي ده خط الفاليفورم جسمه بيلزق بيمط. بص بيمط جدا بيلزق الباك جراوند بتاعته هو قصده او هو كده. بس هو بجد لو كان في وقت اكتر
كان بجد كان الانفورميشن دي بتبقى اقوى يعني بجد. هي بليف سو يعني عارفه اللي هو يعني حاجه هو يعني بجد عارفها جدا. فهي بس الفكره كلها انه كان بيجري في ال بتاع النور. بس هو يعني الموضوع نفسه كان عاجبني. حلو قوي. عايز تقول حاجه؟ فعلا حكيت ان انت ما بتعرفش تتكلم دي. لا انت بتعرف تتكلم بس انت ما اتكلمتش صح الا بعد ما سخنت لما لقيت انك اصلا مش قادر تتكلم. خلصت تكمل الجزء اللي قبل كده اللي في الاول. انت كنت زي ما بتقول انت وانت او حاجه انت اول مره تعمل برزنتيشن صح؟ لا مليون حاجه والله مش هتكلم. هو كده عامل كده. ده الوحش. الحلو بقى ان هو لا عارف يجذب الناس. جايب امثله كويسه. عامل البرزنتيشن دارسه كل حاجه. جايب حاجات علميه كده. بس كده هو انا التاشن وصل لي يعني التحمس الفظيع ده وكده يعني وصلت جدا. انت اساسا يعني حابب اللي انت بتتكلم عليه دارس قوي يعني فاهمه قوي يعني عمال بتتكلم ويجمع بصه ومش فاهمين بيتكلم على حاجه هو بيحبها وهو حاجه يعني مؤمن باهميتها ولا كده. او بيبقى ايه وثبتك بقى. الله يسامحك. على فكره يعني انا زودت له. هو عارف ان انا زودت له. انت بتقولي مش على ايه الربع؟ لا لا ما كملتش. بقى صار ايه الربع؟ ده عامل زي ده بس اه كان كويس برضه انك انت مش قوي. تمام سمعت 8 دقايق. ماشي. ما انا عشان كده خليتك تكمل لغايه ال 8 دقايق اللي هو الماكسيموم يعني. من الحاجات الكويسه برضه انك انت خدت بالك ان احنا محتاجين اجنده. فانت حطيت اجنده في وسط الكلام وانت اللي هتكلم على المكونات والخصائص. هتكلم على الفيشن معاك. دي كانت حاجه كويسه خلتني انا اتابع اكتر تقريبا ايه اللي هيحصل يعني. الشرح بتاعك كان وسط جدا ودي كانت حاجه هايله. وكانت الافكار مرتبه. وبرده لو زودت سلايد عن الاجنده دي هتبقى حلوه. بس انت تطرقت الموضوع في الاول فده كانت حاجه حلوه جدا. الرسومات اللي انت حاططها كانت جميله. وكان حلو ان انت بعت شورت اسامي الجودز والحاجات دي لان انا مش فاكر معانا اللي هي بالنسبه للناس بيعمل ايه ومش عارفه ايه. فدي كانت حاجه